معلش بابا اتأخرت عليك، حقك عليا. لا ولا يهمك، المهم طمنين. لسه والله يا بابا، ربنا يستر. روحي انت يا حبيبي ارتاح وانا خلاص هقف في المكتب. طيب يا بنتي خلي بالك من نفسك، تصبحي على خير. وانت من اهل. أساعدك؟ أنا كنت عايزك في موضوع بس ما كنتش لاقي الوقت المناسب يعني. وأنت بقى شايف إن ده الوقت المناسب؟ بصراحة آه. طب قول يا مرسي. أنا عارف إن أنتِ مشغولة بناصر. بس كمان أنا عرفت إن هو راح تقدم لواحدة تانية. قصدك إيه؟ قصدي إن ناصر كان الحاجة الوحيدة اللي واقفة قدامي عشان ما أقربلكيش. بس خلاص لو شق طريقه وراح لواحده تانية فانا اتشجعت عشان اجي اكلمك. شاهد انا بحبك يا شاهد، من واحنا عيال صغيره وانا بحبك، كانت هي دي الحاجه الوحيده اللي واقفه قدامي. خلاص انا كل اللي انا طالبه منك دلوقتي تديني ريق، والله العظيم اروح دلوقتي حالا لعم حكيم اطلبك منه. بقولك يا مرسي، انشغل بناصر بغير ناصر ده مش موضوعك. ناصر بقى شق طريقه وخطب اتجوز، ده شيء ما يخصكش. انت كده كده مش في دماغي يا مرسي ولا هتبقى في دماغي. فاريد بقى تريح نفسك وتعتبر الموضوع ده اتقفل من قبل ما يتفتح. سبحان الله، انا مش في دماغك زي ما انت مش في دماغ ناصر بالظبط. سلام يا شاهد. الحاجة دي بتاعت مين يا حداد؟ بتاعت محمود شيكا سعادتك يا باشا. كنت موديها لفين؟ كنت هطلع بيها على الطريق الزراعي، وأول ما أوصل هيجي لي تليفون، يقول لي أسلمها لمين وفين يا باشا. أنت عارف إن الحاجة اللي اتمسكت معاك دي هي نفس الحاجة اللي اتمسكت مع رفاعة الدسوقي بالظبط؟ قصدي سعادتك اللي اتمسكت مع حمص يا باشا. ما هو كان معاه في العربية يا حداد. ما هي العربية تبعنا برضه يا سعادة الباشا. انت عايز تقول لي يعني ان محمود شيكا ورفاع الدسوقي بيشتغلوا مع بعض مش كده؟ لا سعادتك يا باشا، الحاجات دي تبع محمود شيكا واحنا شغالين مع محمود شيكا. رفاع الدسوقي ده راجل مجد، عملهوش في السكك دي خالص يا باشا. شوف يا حداد، انت لو قلت لي الحقيقه قسما بالله لا خلي شاهد مالك في القضيه دي. يا سعاده الباشا انا قلت الحقيقه، ولا انا عشان جيت مع سعادتك دغري مش هتصدقني؟ عليا النعمه دي الحقيقه يا باشا. خد يا ابني اتعرض على النيابه، ورفع الدسوقي كمان اتعرض معاهم على النيابه. يلا حضرتك قال معاك الكلام ده؟ عايز نعمل ايه يا كمال؟ اللي عياله معترفه ورجالتنا راح يجيبوا الواد اللي اسمه محمود شيكا صاحب الحاجه، وزمانهم جايين، والواد هيقول نفس الكلام وهتشوف. مش فاهم حضرتك يا باشا. يعني كان لازم تقول لي يا كمال قبل ما تروح تقبض على رفاع الدسوقي وتنصب علينا السيرك ده ويحصل لنا مشكله، كان لازم تقول لي وترجع لي يا كمال. اقول لك على حاجه، رفاع الدسوقي مش هياخد يوم في القضيه دي. طب ما اخد قوه دلوقتي يا باشا واتحرك على بيته ومخزنه وافتشهم، واكيد هلاقي 100 حاجه تحبسه. قوه مين يا ابني وبيت مين ومخزن مين اللي هتفتشهم؟ انت مجنون؟ انت عايز تعمل لنا مجزره؟ كمال يا حبيبي انت هنا مش في الزمالك يا حبيبي، الناس هنا بتتعامل بطريقة تانية خالص، ولو فضلت بالطريقة دي مش هتعمر هنا. انا بقول لك اهو. طب ايه رأيك يا باشا بقى ان انا مش هسيب الواد ده؟ انا عايز اقول لك ان هو اللي مش هيسيبك، مش انت اللي مش هتسيبه. مراتها عرفت يا ناصر؟ قلت لهم محدش يقول لها، مش ناقصين فضايح. انت عارف حنان لو عرفت حاجه زي كده ممكن تعمل ايه؟ الواد امين جوز اختك فين؟ خليته يستنى مع الحريم. ان شاء الله خير ما تقلقش. بلاش يا عبيد، ياض القلق بيقلق من اخوك اسد ياض، والدنيا مورته.
ودي ولا اول ولا اخر حكايه. اثبت انت بس على كلامك والدنيا كلها متظبطه. والموقف ده يثبت لك اخوك ذكاء واصل لحد فين. بس انت طلعت ابن عفاريت هذا ناصر، وانا اللي كنت فاكرك لسه عيل صغير. صغير بيكبر يا رفاعي. وانت عارف لو طلبت مني اتصفى تحت رجليك هعمل كده. عارف. مراد بحبك كده لله لله يعني. ان شاء الله تخرج بالسلامه. وانا مش همشي من هنا غير وانت معايا. وانا لما اخرج من هنا اعمل حاجتين. اجوزك وافتح لك اكبر مكتب محاماه في المنطقه. تخرج بس انت على خير والدنيا كلها تبقى زي الفل. كفايه احمد ابراهيم علي الدسوقي. اسم اخوك فخم برضه يا صح. طبعا. اقعد. كلك ذوب عليك. امامنا نحن السيد وكيل النائب العام احمد مجدي، وبحضور المتهم الدفاعي احمد ابراهيم الدسوقي. قضيه رقم ان انت جيت وخدتني من بيت خالي. بس اعملي حساب امك بقى ان الموضوع ده مش هتكرر تاني. المره الجايه اجيلك عند خالتك بس اضربك عيارين مش هجيبك من عندها. وانا موافق. بس وعدني انت كمان ما تزعلنيش تاني. لا ازعلك تاني يا حنان. ولو ضربتك بالجزمه على دماغك مش هتسيب البيت وتمشي. صبتي ان انا بحبك يا ابن توح. حتى قسوتك بحبها. بس عارفه يا بت، واعرف ان انا كل ما اغضبك هترجعي حلوه قوي كده. اغضبك كل يوم. انا على طول كده يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك. المره دي انت راجعه مقلوظه حبتين. يا راجل البنات يسمعوها. ايه المشكله يعني؟ ابوهم بيعاكس امهم. ايه العيب في كده؟ وحشتني يا رفاق. وانت كمان. ما درتيش باللي حصل ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ هتستعبطي يا بنت؟ عايزه تقنعيني ان اذاعه الشرق الاوسط سماح ما قالتلكيش؟ قالتلي على ايه؟ طبط عليا. يا لهوي يا بنت الكلب، فزعت العيال. معلش يا منى، معلش. نام، خد اختك في حضنك يا فتحيه ونام. هبضوا عليك ليه يا رفاعي؟ يا بنت حوار صغير كده وراح لحاله. وانا اللي قلبي كان حاسس وعيني ما شافتش النوم ومش عارفه ايه اللي بيحصل. المهم يا حبيبي انت كويس؟ يا بنت من قدامك اهو زي الفل. نام يا فتحي، انا شافك في المرايه. في ليله حلوه النهارده ولا الكهرباء مقطوعه؟ في ليله حلوه يا اخويا. ولو مفيش ليله حلوه النهارده كنت الف وانزلك عند خالتك تاني. ولعي لي سجاره. خد يا اخوي. حطيها في بقي. بحبك يا بنت الكلب. طب اعمل ايه؟